مساء الخير، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من كلام في السياسة. في تقارير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، تقرير أعده الصحفي توم بينيت، كان بيتكلم إن مع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الولايات المتحدة نفسها، أقوى حليف لإسرائيل، قالت إن ده هو الوقت المناسب لإسرائيل لتقليص هجومها العسكري. الكلام ده أعقبه بيان أو تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا فيها إلى مسار من أجل دولة فلسطينية. المسار ده مش واضح معالمه حتى الآن، والصين رددت مثل تلك الدعوات وحست على جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين. مراكز الأبحاث الدولية خلاصة أوراقها البحثية في الأيام اللي فاتت إن هناك احتمال 0% أن تكون حكومة نتنياهو أو حتى حكومة إسرائيلية أقل تطرفا مستعدة للشروع في أي طريق نحو إقامة دولة فلسطينية. كلام مراكز الأبحاث وهذه القراءات عزز منها خروج نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قائلا: لن يوقفنا أحد في مهمة هزيمة حماس، لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي أحد آخر. في حلقة اليوم نناقش كيف كان الموقف المصري حاسما منذ اللحظة الأولى. هل انتهت فترة الدعم المطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل؟ بعد أكثر من 100 يوم كيف تصدعت إسرائيل من الداخل؟ واستأذن حضراتكم واستأذن السادة الضيوف ونشاهد هذا العرض مع زميلي العزيز كريم الخولي. شكرا زميلي أحمد الطهري، وأهلا بحضراتكم. تزامنا مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وصلت القاهرة دورها التاريخي والممتد في تبني القضية الفلسطينية. وعلى مدار 100 يوما كان الدور المصري حاضرا بالجهود الحثيثة على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الدبلوماسي، فضلا عن المستوى الإنساني وتقديم المساعدات العاجلة. ومنذ اللحظة الأولى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد، حيث تلقى الرئيس اتصالات هاتفية مكثفة من رؤساء العالم لحل الأزمة. كما أجرى الرئيس السيسي عدة لقاءات مع قادة وزعماء العالم، وحذر خلالها من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. كما أكد على حماية المدنيين ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية والأردنية، والتحذير من أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. وكانت مصر سابقة دائما بخطوة، حيث جهزت شحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية في مئات الشاحنات أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، وخصصت مطار العريش لاستقبال الطائرات المحملة بالمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة من جميع أنحاء العالم. بعد أسبوعين تقريبا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جمعت مصر قادة العالم في مؤتمر القاهرة للسلام، وكشفت أمامهم خيوط الأزمة وتداعياتها على المنطقة. وبالتزامن مع المؤتمر بدأت شاحنات المساعدات في الدخول إلى غزة. وفي نهاية نوفمبر توصلت الجهود المصرية بالتعاون مع قطر إلى هدنة إنسانية في غزة، تم خلالها صفقة ناجحة لتبادل المحتجزين في القطاع مع أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال. وعلى المستوى الإنساني، استقبلت مصر عشرات المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمساعدة في خروج الأجانب من قطاع غزة والعودة إلى بلادهم. مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا للجهود المصرية في دعم قطاع غزة الذي تجاوز 100 يوم تحت العدوان الإسرائيلي. شكرا لكم على طيب المتابعة، وعودة إلى الزميل أحمد الطهري.
اهلا بحضراتكم من جديد. شكرا زميلي العزيز كريم الخولي. نرحب بضيوفنا الكرام اللي مشرفين استوديو كلام في السياسه، سعاده النائب الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس اداره جريده الوطن ورئيس لجنه الثقافه والسياحه والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ، الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق عضو مجلس الشيوخ، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذ عزت ابراهيم رئيس تحرير الاهرام ويكلي عضو هيئه الخبراء بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسيه، دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، دكتور اسامه السعيد مدير تحرير جريده الاخبار، ومنتظر ينضم إلينا عبر زوم من كاليفورنيا دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز. وكما اعتدنا في مساحة الهواء الطلق نسعى للمعرفة قبل أي شيء، ولكن نسرد محددات وقواعد النقاش. يحصل كافة الضيوف على وقت متساوي في الحديث، لا يحق لأي من السادة الضيوف مقاطعة المتحدث، يحق لكل من السادة الضيوف طلب تعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقة، يحق لمقدم البرنامج التدخل في حال الخروج عن هذه المحددات أو إضافة أبعاد لوجهة النظر المطروحة أو تصويب معلومة. ونبدأ النقاش. دكتور محمود، بعد أكتر من 100 يوم نقدر نقول ان احنا تجاوزنا الفصل الاول من هذه الحرب وبنستقبل الفصل الثاني، ازاي بترصد الموقف والدور المصري على مدار 100 يوم؟ خليني اقول ومن اول الازمه وبقول هذا الكلام، ان الدور المصري هو الاكثر شرفا والاكثر صراحه والاكثر وضوحا والاكثر التصاقا ودرايه بالقضايا الفلسطينيه. في فرق كبير كمان ان انت تبقى حابب تعمل دور، وفي فرق كبير ان انت تبقاش عارف تعمل الدور لانك مش عارف الدنيا ايه. فخلينا نقول ان مصر طوال عمرها هي الاكثر درايه بالقضيه الفلسطينيه، هي الاكثر درايه بالتعامل سواء مع المنظمات الفلسطينية أو حتى مع إسرائيل، وأيضا مع أمريكا اللاعب الرئيسي في هذا المعترك. فمصر بتلعب دور كويس جدا من وجهة نظري، سياسيا وإنسانيا ودبلوماسيا. ويعني خلينا نقول أن كان هناك طول الوقت خلال 104 يوم ده في تطابق ما بين وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الشعبية الرسمية والشعبية، ودي من يمكن من المرات القليلة ان غالبا كانت الاداره الرسميه بتعبر عن اراده الشعب، سواء في منع التهجير، منع النزوح، لما رفضنا مثلا خروج الاجانب الا بالسماح بدخول المساعدات، لما رفضنا مقابله بايدن في الاردن، لما كثفنا في مجلس الامن وفي الامم المتحده تحركاتنا لفتح، لما نظمنا مؤتمر القاهره للسلام، كل الكلام ده يدل على دور مصر. الرئيس ايضا خلال الفتره اللي فاتت دي تقريبا ما فيش زعيم او ملك او رئيس مهتم او حتى مش مهتم بالقضيه الفلسطينيه الا رئيس التقى بيه او كلمه. واعتقد ان مصر كانت واضحه، لان في الايام الاولى كانت الكفه تميل اعلاميا وشعبيا في العالم ناحيه اسرائيل. صحيح. اعتقد ان مصر لعبت الدور الاكبر في ان هي تفضح ما تمارسه إسرائيل من ممارسات في غزة. احنا شفنا الأكاذيب الإسرائيلية لا تنتهي، لدرجة ان في النهاية لو تلاحظ ان خلال الأسبوعين اللي فات دول بقت الأكاذيب تنول مصر، يعني تنال مصر استهداف تشويه الدور نفسه وابتزاز. يعني مثلا يطلع يقول لك محور فيلادلفيا اللي هو صلاح الدين، بناخد فلوس علشان الناس تدخل، بناخد فلوس عشان الناس تدخل. الحاجة التالتة بقى اللي هي الفجر كما يجب ان يكون، اللي هو ما قيل في محكمة العدل الدولية ان مصر ترفض او هي اللي بتمنع دخول المساعدات. كل الكلام ده واحنا بنقول دايما ان مصر هي لديها الخبرة في التعامل مع اسرائيل. احنا دخلنا مع اسرائيل حرب، دخلنا مع اسرائيل سلام، دخلنا مع اسرائيل محكمة العدل الدولية والتحكيم وكسبناه وجبنا، فاحنا عندنا درايه جدا بالاكاذيب وكل الالاعيب الاسرائيليه. فبالتالي وجود برضو القياده اللي هو كان مدير المخابرات الحربيه وقائد الجيش، فانت عارف مدير المخابرات الحربيه ده المكانه بتديك معرفه كبيره بما يحدث في اسرائيل. فكل دوت خلانا على هبه الاستعداد، خلانا طول الوقت في ال 104 يوم سابقين بخطوه
وسابقين، وخلينا اقول لك بقى ما كناش سابقين سياسيا وشعبيا بس، واعلاميا كمان كنا سابقين بخطوه، وشفنا القناه القاهره الاخباريه اللي بنفتخر بيها في يعني طبعا طول الوقت، لكن في ازمه غزه كل قنوات الدنيا طبعا نقلت منها، فكنا الحمد لله سابقين، وده ما بنعتبروش حاجه يعني منا او فضل، لا بالعكس ده واجب، طبيعه الدور ممكن يكون الدور. كمان اقل من الواجب بالنسبه للفلسطينيين. استاذ عماد، هناك رغبه، ولو هذه الرغبه مكتومه من معظم الاطراف في الاقليم بعدم اتساع دائره هذا الصراع، تواجه هذه الرغبه سعي اسرائيلي حسيس لتوسيع رقعة هذا الصراع وجر أطراف إقليمية أخرى، وشفنا ما يحدث في اليمن، ما يحدث في العراق. تقديرك للمرحلة المقبلة أو الفصل الثاني من هذه الحرب في الفترة القادمة؟ تمام. أولا شكرا على الاستضافة مع هذه الكوكبة المحترمة من الزملاء. تعبير اتساع الحرب هو تعبير غريب في الدبلوماسية، يعني تعبير جديد ينبغي أن يدخل عالم المصطلحات الدبلوماسية. لأول مرة كلمة ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب تعني في التعبير الأمريكي أن يترك الأمر لإسرائيل فقط كي تنهي على الفلسطين في غزة مقابل ألا يتدخل أحد. والترجمة العملية لهذا الأمر لما جت الحملات حملتي الطائرات فورد وإيزنهاور في الأسبوع الأول للحرب، ثم سوف النووية، ثم فتح الباب على مصراعيه أمام الأسلحة والأموال الأمريكية لإسرائيل، ثم الانتشار الأمريكي في البحر الأحمر والتصدي نيابة عن إسرائيل للهجمات القادمة من اليمن. وبالتالي كده كان واضح أنه الولايات المتحدة بتقول نحن نريد ألا يتسع القتال، بمعنى أن تظل إسرائيل منفردة بالفلسطينيين ونحميها حتى تنهي المهمة. ما حدث بطبيعة الحال أن إيران وحزب الله يخوضان صراعا منضبطا ومهندسا وربما متفقا عليه بصورة أو بأخرى مع الأمريكان، بحيث أنه هم لا يريدوا، إيران لا تريد أن تدخل في صراع مفتوح ربما يلغبط كل حساباتها، لكن لديها أيضا أزرع ولديها أنصار. تحرك حزب الله جنوبا في جنوب لبنان بصورة منضبطة، مش صراع كامل، كانت هناك هجمات قليلة من الجولان، هجمات الحوثيين، هجمات الحشد الشعبي في العراق على بعض القواعد الأمريكية في أربيل وعين الأسد، أو حتى في دير الزور في على الحدود السورية العراقية، وكلها كانت أمور منضبطة. لكن الذي لخبط كل هذه الأمور أن إسرائيل كانت تعتقد أنها ستنهي أو ستحقق أهدافها التي رفعتها في بداية الحرب، تفكيك حماس والقضاء عليها، القبض على قادتها، تحرير الأسرى والسيطرة وإعادة السكان غلاف غزة إلى مساكنهم. لم يتحقق أي من الأهداف التالية، وبالتالي صارت هناك مشكلة حقيقية أمام إسرائيل وأمام الولايات المتحدة. أمريكا لا تريد أن توسع فكرة الحرب لأنها قد تندلع أزمة أعمق في المنطقة تستفيد منها الصين وروسيا في إطار الصراع الأكبر. وبالتالي الذي يسعى الآن حقيقة إلى توسيع الحرب ليس إيران، ليس حزب الله، ليس الولايات المتحدة، ولكن نتنياهو والمتطرفين. فشلوا في تحقيق أهدافه الداخلية في غزة سيعني أنه انهزم هزيمة النكراء، لا يريد أن يقر بذلك، وبالتالي يسعى إلى توسيع هذه الرقعة بأي طريق، يحاول أن يفتعل يزيد من حدة الصراع مع حزب الله، يضرب أكثر في جنوب الليطاني، آسف، في المنطقة التي تلي الليطاني، يحاول أن يفتعل أزمة مع إيران، يحاول أن يفتعل أزمة مع مصر. حاول مرارا وتكرارا استفزاز مصر حتى بأخبار مكذوبة، لأنه يريد أن يقول أن مصر أن صراعي ليس في غزة التي فشلت فيه، ولكنني أدخل في معركة كبرى مع الإقليم، دول كبيرة خصوصا مصر وإيران. وبالتالي هذا هو الخطر، الجنون المنفلت لنتنياهو وفشله هو والإئتلاف الحكومي المتطرف سموتريتش تحديدا وبن جفير وأميحاي إلياهو وسائر هذه يعني من المفاجآت الغريبة أن يبدو نتنياهو معتدلا امام سموتريتش وبن غفير، ويبدو جالنت وبيني جانتس اكثر اعتدالا بالمقارنه بنتنياهو. هناك صراع كبير جدا، لكن هذا التطرف وهذا التخبط في اسرائيل ربما هو الذي سيقود الى
توسيع الحرب. وبالتالي علينا ألا نستبعد بعد ما رأينا في المئة يوم اللي فاتت أي سلوك متطرف وغريب منا. كنا جميعا المنطقة العربية تعتقد أن هناك حدودا للتطرف الإسرائيلي وأن العلاقات التي أقامتها إسرائيل مع دول أساسية في المنطقة مصر والأردن وسعيها للتطبيع مع دول أخرى سوف يجعلها يعني تضع ضوابط وكوابح. اكتشفنا أن هذا الأمر صعب للغاية وبالتالي ربما تكون من النقاط المستفيدة اللي على العرب جميعا أن يدركوها في قدمتهم مصر والأردن كيف يمكن يعني التعامل مع الجنون والانفلات الإسرائيلي في الفترة الجاية لأنه شديد الخطورة. ثبت أنه بلا كوابح وأنه للأسف الشديد هو مش الأقلية لأنه نتنياهو بيحكم في إسرائيل من سنة 96 باستثناء فترات قليلة جدا. اليمين المتطرف مسيطر ليس صحيحا أنهم حتى هذه اللحظة تيار الوسط نجح حتى في معركة التعديلات القضائية اللي سبقت الحرب في حاجات كتيرة جدا. هل يتغير ده بعد الفشل اللي حصل وامتى؟ الصراع في اسرائيل بالمناسبه هو موضوع شديد الاهميه ينبغي وده جزء من حلقتنا النهارده. اتفضل. جزء من حلقتنا النهارده. طيب استاذ عزيز ابراهيم شفت ازاي تصريحات بلينكن المناقشات اللي جرت في منتدى ديفوس الحديث عن مسار للقضيه الفلسطينيه وحل الدولتين في هذا التوقيت وهل سمت مشروع يتم إعداده في هذه المرحلة؟ يعني أعتقد أنه بعد مرور 100 يوم لازلنا في انتظار بلورة رؤية واضحة من الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية غير قادرة حتى الآن على بلورة هذه الرؤية لأسباب عديدة أهمها أنه ما زالت الداخل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية صاحبة كلمة في القرار السياسي الأمريكي الخاص بدعم إسرائيل على طول الخط باستثناء بعض التصريحات الأمريكية الخاصة بالوضع في الضفة الغربية وأيضا مسألة أنه تخلي المساعدات في مرحلة لاحقة. لكن أعتقد أنه ما زال الموقف الأمريكي يعني يحتاج إلى كثير من التطوير. هذه الإدارة ربما تكون غير قادرة على أن تحقق اختراق حقيقي في هذه المرحلة. ما تردد في الأيام الأخيرة عن خطة طرحها أو عدها بريت ماجيرك اللي هو المبعوث الخاص. هذه الخطة بتتضمن عودة إلى ما طرحه ترامب في السابق ثم حاولت الإدارة البناء عليه وهي مسألة أن نبدأ بالتطبيع ثم نذهب إلى احتواء القضية الفلسطينية. يعني إدارة الصراع وليس حل الصراع. بالضبط. اللي حاصل دلوقتي من نقاشات سواء ما حدث في ما يحدث في واشنطن وما يحدث في دافوس أنه هناك تلميحات لإمكانية أنه نحاول أن ندفع في مسار التطبيع من جديد وثم بعد ذلك نتحدث عن عملية بناء عملية سلام جديدة في المنطقة تقوم على أساس التوافق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأطراف العربية الراغبة في إتمام عملية السلام وهو بخلاف ما طرحوه حتى الأطراف العربية بما فيها وزير الخارجية السعودي في دافوس. تحدث صراحة على أنه الحقوق الفلسطينيين يجب أن تأتي أولا بعد ما حدث في غزة وهذا موقف أعتقد أنه يجب البناء عليه عربيا أيضا في ظل التوافق بين العواصم العربية الكبرى. المسألة أنه الشروط الأمريكية الخاصة باللي طرحها ماجيرك وأيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي وبلينكن في دافوس هي بتحدث عن مسألة أنه يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية توافق عليها إسرائيل ده بشكل واضح وأنه التطبيع ربما يأتي أولا وهناك أمور أخرى تتعلق بمسألة ترتيبات الأمن. لكن الإدارة الأمريكية يعني انتزاع مكسب سياسي لإسرائيل من هذه الحرب ده خلاصة المشروع الأمريكي. خلاصة المشروع الأمريكي وأيضا هي في مسألة أنه الإدارة الأمريكية أيضا نقطة تانية أنها غير قادرة على بلورة السيناريو اليوم التالي في إسرائيل أنه وحتى ده اللي بيجعل الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل في مسألة أنها إنهاء الحرب عند هذه النقطة لأنه اليوم التالي مجهول اليوم التالي غير معلوم ماذا تفعل إسرائيل. لذلك أعتقد في أصوات في الولايات المتحدة الآن تتحدث على أنه ما لا يجب فعله في غزة مش ما الذي يجب عمله. ما الذي يجب عمله في غزة هي مسألة أنه لو تركت إسرائيل تدير المسألة بهذه الطريقة فستكون هناك كارثة كبرى لأنه
مسألة أن استمرار القتل وادعاء أن هم احتواء القتال في مناطق محددة وتخفيض وخفض الـ 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 أو التصعيد في غزة، أعتقد أنه دوت إحنا مش شايفينه على الأرض، لأن كل يوم برضو الأعداد بتزيد من الضحايا الفلسطينيين. المسألة السيناريو اليوم التالي أعتقد أنها مسألة حاكمة في التفكير السياسي الأمريكي الآن فيما يتعلق بماذا تريد إسرائيل أن تفعل. زي ما أنا بقول أنه ما لا يجب أن يحدث في غزة هو ده، مسألة التهجير القسري يجب أن تقف عند نقطة محددة الآن، وأن تكون الإدارة جادة فيما تطرحه فترة قادمة، ومسألة أنه المساعدات لا يجب أن تكون موضع للمساومة. طيب، قبل ما أروح لدكتور فايز فرحات، أنا عارف أن الحديث مبكر ولكن بيبقى ليه إرهاصات من الآن فيما يخص الانتخابات الأمريكية. هل ترى أن إدارة بايدن استفادت أم خسرت انتخابيا من موقفها في حرب غزة؟ حتى هي خسرت بعض القطاعات في المجتمع الأمريكي، خسرت أصوات عربية كثيرة، ويمكن زي ما احنا اتكلمنا في حلقة سابقة انه مش بالضرورة هتصب في مصلحة ترامب، لانه ترامب والحزب الجمهوري واخدين موقف واضح لتأييد اسرائيل بشكل مطلق، ما فيش انقسام في الحزب الجمهوري، بالتالي الديمقراطيين هيتأثروا بنتائج او في التصويت على أرضية سواء انهم قدموا دعم مطلق، ولكن هذا الدعم غير مرضي للقطاعات الداخلية. تيار كبير في الحزب الديمقراطي اللي هو التيار اللي بينادي بمسألة الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، أعتقد أنه الحزب نفسه هيخسر في انتخابات الكونجرس. في كمان جزء بدأ يظهر الآن، هي مسألة استهداف كل النواب اللي وقفوا ضد أو مع حقوق الفلسطينيين أو وقف الحرب في غزة، وبيتم رصد أموال طائلة لإسقاط المجموعة اللي هي بتزعمها بيرني ساندرز السيناتور المعروف اليهودي، اللي امبارح عمل عرض كبير في مجلس الشيوخ وتحدث بلغة أول مرة يسمعها الأمريكيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، خصوص قرار خاص بتقييد الحرب في غزة أو تقييد استخدام السلاح الأمريكي في ساندرز الحرب. أقرب إلى اليسار في أمريكا. رفض لكن لأول مرة بيحصل على 12 صوت. ايضا انه في 8 اللي هم النواب التقدميين، تم منهم رشيدة طالب واخرين، تم رصد اموال ضخمه لاسقاطهم بترشيح ديمقراطيين على ارضيه متوازنه بخصوص دعم اسرائيل. تمام. دكتور فايز فرحات، امن البحر الاحمر يطل في هذه الازمه بقوه، ويمكن قبل نهايه المائة يوم الأولى، لأن احنا حتى الآن مش عارفين مدى هذه الحرب ايه، حضر البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر في محددات هذا الصراع. كيف يمكن أن يتأثر الأمن والسلم الدولي بإقحام أمن البحر الأحمر في هذا الصراع؟ طبعا العلاقة مباشرة يعني ما بين أمن البحر الأحمر والأمن الدولي بشكل عام، وأمن واحدة من أهم السلع أو الخدمات المهمة في النظام العالمي، وهي مسألة حرية الملاحة ويرتبط بها حرية التجارة. أولا النفط يعني دي جزء من التداعيات، لكن المتضرر الأول هو مبدأ حرية الملاحة، وده واحد من المبادئ المهمة جدا في النظام الدولي واللي قايم عليها النظام الاقتصادي العالمي، لأنه ده شرط رئيسي لحرية التجارة اللي هي واحدة أيضا من المبادئ الأساسية في النظام الاقتصادي العالمي. فبالتالي عسكرة هذه المنطقة هو ضرر مباشر للأمن العالمي، لأنه ده مرتبط بمضايق وممرات مائية شديدة الأهمية للعالم، وشديدة الأهمية لكتلة مهمة في الاقتصاد العالمي اللي هي الاقتصادات شرق آسيا، معتمدة بالأساس في جزء من تجارتها واعتمادها، لأنها دول أو اقتصادات معتمدة بشكل رئيسي على النفط، لأنها ليست دول بعضها منتج، لكن في المجمل هي مستورد صافي للطاقة. الصين الاقتصاد الأكبر في الثاني في العالم، اليابان، كوريا الجنوبية، كل دول جنوب شرق آسيا،
أستراليا، كل هذه الدول وهذه الكتلة المهمة في الاقتصاد العالمي بتعتمد على أقاليم أخرى في تأمين احتياجاتها من النفط، وبدون تدفق آمن ومستدام للنفط ستتضرر هذه الاقتصادات، ستتضرر أيضا اقتصاداتها فيما يتعلق بالتجارة. هل معنى كلام حضرتك أن مثل هذا الخطر قد يدفع الصين إلى الاقتراب أكثر من قضية الشرق الأوسط؟ هو يدفعها إلى اهتمام أكبر، لكن ليس بالضرورة يعني توظيف أدوات عسكرية، لأنه مش الصين توظيف أدوات عسكرية، لكن الصين تمتلك الكثير من الأدوات. طبعا الضغط الاقتصادي مهم، لكن ليس الصين وحدها، الشركات الكبرى في مجال الملاحة وفي مجال التأمين لديها مصلحة كبيرة. البدائل الأخرى لهذه الممرات أو الممرات المنطقة للبحر الأحمر بدائل مكلفة جدا من الناحية الاقتصادية، تكاليف طاقة أكبر. لو حضرتك قارنت ما بين تكاليف الشحن والتأمين عبر طريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بالبحر الأحمر وقناة السويس، أرقام ضخمة جدا، بالإضافة لأنه بعض السلع قد لا تحتمل المدة الطويلة اللي هي بيستغرقها طريق رأس الرجاء الصالح، لأنه ده معناه في بعض يعني وفقا للتقديرات يعني ما بين حسب المنطقة طبعا الجغرافية ما بين أسبوعين إلى 20 يوم أو 18 يوم زيادة على الطريق الطبيعي هو البحر الأحمر وقناة السويس. فبالتالي اللي أقصد أقوله أن في مصالح دولية كبيرة في استقرار هذه المنطقة، لكن السؤال هنا هل استخدام القوة العسكرية في البحر الأحمر وحضور عسكري من جانب قوة دولية هل هو ده اللي هيؤدي إلى الأمن، أمن البحر الأحمر واستقراره؟ ليس بالضرورة، لأن هذه القوة بتبرر العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن لأنه هو ده اللي هيؤدي إلى استقرار هذه المنطقة، لكن في الحقيقة ليس بالضرورة، لأنه تحقيق الأمن ليس بالضرورة من خلال العمليات العسكرية، خاصة أن احنا بنتعامل مع تنظيمات وليس دول، التنظيمات لها حساباتها، لأنه ممكن تدخل في مواجهات وعمليات عسكرية غير مكلفة بالنسبة لها، لأنه عندها قدرة أكبر على التحمل، عندها قدرة أكبر على أنها تدير ما يعرف بالصراعات منخفضة الحدة اللي هي صراعات محدودة بتلعب على فكرة أساسية هي تهديد فكرة الأمن، غياب الأمن. لكن غياب الأمن مش معناه بالضرورة أنه استخدام كثيف للسلاح أو للقوة العسكرية، هي بتقوم ببعض العمليات المتفرقة من وقت للتاني بحيث أنه يغيب فكرة الأمن والاستقرار عن المنطقة، وبالتالي ده بيأثر على قرارات الشركات الدولية شركات الملاحة والتجارة إلى آخره. فاللي عاوز أقوله أنه رغم أنه بعض القوة الدولية بتستخدم فكرة الحضور العسكري لأنه هو اللي هيؤدي إلى تحقيق الأمن، لكن ليس بالضرورة. تحقيق الأمن له مداخل أخرى، والتعامل مع جماعة الحوثي له سياقات أخرى، والمدخل ده يعدنا مرة أخرى لأنه المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن في هذه المنطقة يمر أيضا عبر إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار في غزة، لأنه جماعة الحوثي لما استخدمت بعض العمليات، يعني طبعا هي في بعض المناسبات قامت بعمليات قرصنة إلى آخره، لكن استخدام منتظم للسلاح أو للقوة ضد سفن تجارية مبرر في الفترة الأخيرة باستمرار أو بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، فبالتالي يظل واحد من المداخل هو وقف العدوان. وطبعا كل القوى المعنية بما فيها مصر أكدت على هذه المسألة، حذرت منذ اليوم الأول بأنه هذا العدوان وإطالة أمد الصراع سيؤدي إلى توسيع رقعته، وهذا للأسف يعني ما يحدث. هناك مصالح طبعا كمان في حسابات للقوى الإقليمية، حسابات مختلفة في التعامل أو الانخراط في هذه العمليات العسكرية، لأنه زي ما أشرت ليس بالضرورة استخدام القوى العسكرية هو الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، فضلا على أنه في ضوابط عدة لاستخدام القوة، وده واضح طبعا من حجم أو إقبال أو موافقة دول بالمشاركة في هذه العمليات اللي أدى الولايات المتحدة الأمريكية في الآخر أنها تنفذ عمليات بالتنسيق فقط والتعاون مع دولة واحدة هي المملكة المتحدة، لكن حتى القوى أو الائتلاف الخاص بحماية الازدهار أو قوى أو أطر، لأن في أطر عديدة لحماية الأمن في البحر الأحمر، لكن كلها لم تقدم على استخدام القوة العسكرية اللي استخدم، وبدأ دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها تنفذ هذه العمليات مع دولة واحدة هي المملكة المتحدة. ده معناه
انه في توافق على انه القوه العسكريه ليست بالضروره هي الاداه لتحقيق هذا لتحقيق الامن المطلوب. وكل ده بيصير سؤال تاني، هل في اهداف اخرى لهذا الحضور العسكري او لاستخدام القوه العسكريه في المنطقه؟ طبعا اعتقد انه في اسباب لا يمكن او مبررات لا يمكن يعني سيطرت على المنطقة البحريه المهمه بالضبط، لانه ده في صراع ده جزء من الاستراتيجيه العالميه النهارده، في صراع كبير ما بين القوى الدوليه على قمه النظام الدولي، وبالتالي استحضار هذا الصراع في هذه المنطقه طبعا خطر كبير. طبعا دكتور اسامه، هاخد من كلام الاستاذ عماد، اسرائيل من الداخل النهاردة بعد أكتر من 100 يوم نقدر نقول أن إسرائيل بالفعل تصدعت من الداخل، هروب الشركات الكبرى من إسرائيل، الوضع الاقتصادي في إسرائيل، الإسرائيليين وإن خلاص بقوا تقريبا عايشين في ملاجئ معظم الوقت، بترصد المشهد من الداخل الإسرائيلي إزاي؟ صحيح، يعني الأول إحنا أمام أكثر من إسرائيل وليس إسرائيل واحدة، بمعنى أن إحنا أمام أكثر من طيار وأكثر من رؤية فيما يتعلق بالمشهد وبإدارة المشهد. أولا لدينا حكومة بتشكيل هو الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، حتى هذه الحكومة من داخلها أكثر من توجه وأكثر من طيار. النقطة الثانية، عندنا ما يتعلق بالمؤيدين لهذا التيار في الشارع، وعندنا المعارضين لهذا التيار وهم أيضا كتلة كبيرة للغاية، عندنا أسر المحتجزين والأسرى في قطاع غزة اللي تحولوا خلال الشهور الماضية جماعة ضغط وقوية ولها تأثير، وبتلتقي رؤساء وبتلتقي مسؤولين وبتضغط بشدة ولها حضور في الإعلام، وبالتالي أصبح لدينا تكتلات سياسية جديدة أو جماعات ضغط جديدة في الشارع الإسرائيلي. النقطة كمان أنه الجيش الإسرائيلي نفسه أصبح منقسم على نفسه، بمعنى النهاردة بنشوف تقارير بعض قيادات الجيش الإسرائيلي بتطالب الحكومة بهدف سياسي واضح لإدارة العملية العسكرية، لأنه بيقولوا لهم بدون هدف سياسي واضح إحنا كده بنضيع وقت، إحنا كده بنهدر كل اللي بنقوم به في قطاع غزة. وللأسف الهدف السياسي الموضوع من قبل الحكومة الإسرائيلية هو هدف سياسي مستحيل. خلينا أقول لك كمان إن ما عندناش هدف سياسي واحد، بمعنى إحنا عندنا حتى هذه اللحظة ثلاث أطروحات أساسية لأهداف الحرب في قطاع غزة. عندنا الطرح اللي قاله بنيامين نتنياهو في مقال في وول ستريت جورنال الشهر اللي فات، وقال إن عندنا ثلاث أهداف أساسية، أول هدف هو القضاء على حماس، تاني هدف هو غزة منزوعة السلاح، ثالث هدف هو إقناع الفلسطينيين بتبني ثقافة غير معادية لليهود. وده هنا بيستعير ما فعلته الولايات المتحدة في اليابان وفي ألمانيا. لما نبص على الثلاث أهداف دول، هما ثلاث أهداف مستحيلة في طبيعة أو في واقع الحال. النقطة الثانية، عندنا الطرح اللي قاله جالانت وزير الدفاع فيما يتعلق بإدارة مدنية للقطاع بقوات متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة، وبالتالي هيبقى هنا عنده يعني خفض لوتيرة التصعيد، إسرائيل فقط تتدخل في العمليات الخطيرة لكن مسؤولية القطاع تلقى على طرف آخر. عندنا الطرح الثالث اللي بتقوم بيه او بتتبناه وزراء او تيار اليمين المتطرف في داخل الحكومة الإسرائيلية، اللي بيقوم على فكرة التهجير الطوعي، او فكرة انه ادفع قطاع غزة الى ان يكون ارض غير صالحة للسكن، واتفاوض مع دول اخرى بحيث انها تقبل بخروج هؤلاء الفلسطينيين، وبالتالي نقضي او نصفي القضية ويبقى حل واحد والى الابد. عندنا كمان بيني جانس بدأ يطلع بيه اطروحات مختلفة، بقى عندنا طرح ايضا رابع. عندنا الولايات المتحدة عندها أفكار، وأنا هنا بضم صوتي للأستاذ عزت فيما يتعلق أن الولايات المتحدة تعلم ما لا يجب فعله في قطاع غزة ولا تعلم ما يجب فعله، ودي مسألة احنا لأول مرة بنرى هذا العجز، وأنا أعتقد أن ده مرده أننا أمام حكومة موظفين أو إدارة موظفين في البيت الأبيض، بمعنى أنه عندنا يعني مسؤولين في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية هم بالتبعية موظفين في لتنفيذ رؤية بايدن. أزمة في الخال السياسي والإبداع السياسي، ما عندناش كيسنجر على سبيل المثال، ما عندناش الأفكار اللي ممكن تطلع، رغم طبعا يعني تقييمنا السلبي لأدوار كيسنجر فيما يتعلق بالمنطقة، لكن على الأقل ليس هناك فعلا خيال ولا إبداع سياسي لطرح أفكار
جديدة. بالتالي كل هذه الأمور بتؤدي إلى أن احنا أمام أكتر من إسرائيل، أكتر من مجتمع إسرائيلي. حتى في داخل الكابينت أو في داخل مجلس الحرب المصغر، أعتقد أنه التقارير اللي بتصدر كل فترة عن الخناقات والصراعات والتلاسن، ويعني بتصل في بعض الأحيان إلى الاشتباك بالأيدي ما بين قيادات الكابينت، أعتقد أن ده بيزعزع الثقة في قدرة هذه الحكومة على إدارة الأزمة وعلى إدارة الصراع. تعال نشوف على المستوى الشعبي. المستوى الشعبي عندنا تصاعد كبير للغاية لتيارات رفض الخدمة العسكرية، ودي مسألة أيضا بتمثل تحدي بالنسبة لإسرائيل. النهاردة العام الأكاديمي بيبدأ في إسرائيل، وده جزء من التوتر اللي حصل. لو تفتكر يوم 7 أكتوبر كان بيني وبين حضرتك نقاش صحيح ان هم هيواجهوا ازمه ميدانيه كبرى في ميدان المعركه صح، لان دي ارض مجهوله من 2005 مظبوط. والاجيال الجديده والقوات الاحتياط لم تخضع لتدريب ميداني يؤهلها لخوض معركه بهذا الشكل، وده يكشف لنا ويفسر حجم الخسائر الكبيره اللي بيسقطوا، وحجم كمان الهلع والفزع والحاله النفسيه المترديه في كتير من قطاعات المجندين الاسرائيليين وخاصه قوات الاحتياط. واعتقد ان ده جزء كمان من سحب كتير من قوات الاحتياط، لانه في يعني نوع من انواع الضغوط اللي بتقدمها او بتترتب على الخسائر الكبيره اللي موجوده، فبداوا يسحبوا الويه كتيره، ومنها الويه على فكره من الرشاوى اللي نتنياهو بيقدمها لائتلافه الحكومي اذا جاز التعبير، يعني واعتمادات ماليه كثيره لضمان بقاء هذا الائتلاف. شايف ان الوتيره دي هتقدر تخلي هذا الائتلاف يصمد أمام هذه الموجة الشعبية داخل إسرائيل؟ لو تتذكر حضرتك في حلقة سابقة لما قلت أنه بنيامين نتنياهو هدفه الأساسي هو إطالة أمد الحرب لحين إجراء الانتخابات الأمريكية، وهو بيراهن على مجيء ترامب للبيت الأبيض، لأنه ساعتها يتحرر من ما يسمى بالضغوط، حتى وإن كانت ضغوط شكلية بتمارسها عليه إدارة بايدن، ولكن هو في مع ترامب هيتحرر تماما من هذه الرؤية. ثانيا هيبقى تجاوز كل عقبات التقاضي ونظر القضايا المنظور أو المرفوعة ضده، وبالتالي يقدر يعزز من مكانته. أعتقد أنه هيستمر في مزيد من التنازلات ومزيد من الرشاوة، لأنه أمام واقع هو أسير لقرار هذا الائتلاف، وهو يدرك تماما أنه تفكك هذا الائتلاف الحكومي سيؤدي به مش للانهيار السياسي، إلى السجن مباشرة. ودي نقطة هو بيراهن على أنه يحافظ بأي تمن على هذا الائتلاف الحكومي. النقطة الثانية، هو يدرك تماما أن اليمين الإسرائيلي غير قادر على تكوين مثل هذا الائتلاف مرة تانية، وإنه هيبقى في بدائل مفضلة من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها بدائل أكثر تفضيلا من بنيامين نتنياهو وتشكيلته الحكومية، ونتذكر أن بايدن نفسه لما تكلم وقال أنه على بنيامين نتنياهو أن يغير من تشكيلة الحكومة وأنه يبحث عن مسؤولين آخرين. دي إشارة مهمة جدا أن الولايات المتحدة غير راضية عن هذا الائتلاف. نقطة تانية، أن بنيامين نتنياهو هيحاول أن يعرقل وصول أي حكومة يمكن أن تقود حل سياسي. هو يدرك تماما أن المستقبل هو القضاء على أي فكرة لفكرة حل الدولتين أو دولة فلسطينية، وبالتالي هو هيعلي السقف جدا. يبقى كلام مراكز الأبحاث منطقي أن طبعا الاحتمال صفر. الاحتمال صفر، وأعتقد الواقع بيعزز ده. الحكومة اللي ما استجابتش لضغوط أمريكا فيما يتعلق بدفع المقصة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، كيف ستستجيب لإقرار دولة فلسطينية؟ طبعا. فدي مسألة أعتقد أنها محسومة. طيب أستاذن حضراتكم وأستاذن السادة المشاهدين، هنشاهد عرض مع زميلتي دانا مدحت لإسرائيل بعد أكتر من 100 يوم، وبعدها هنروح لموجز إخباري وفاصل ثم نستكمل النقاش. شكرا أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهو الأطول في تاريخ هذا الصراع، لم تظهر بعد مؤشرات تدل على قرب انتهائها، على الرغم من تدمير القطاع وبشكل غير مسبوق، والذي أحدث كارثة إنسانية هي الأسوأ في تاريخ العالم. ولكن كان لهذا العدوان تأثير أيضا على الداخل الإسرائيلي، نظرا لفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة، وهو ما انعكس بالتصدعات داخل حكومة نتنياهو.
دفع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة دولة الاحتلال إلى حافة الهاوية، وذلك بسبب الانقسامات التي ضربت الداخل الإسرائيلي وبسبب الضغوط على القيادات من قبل الشارع والمعارضة للإعلان عن هدنة إنسانية والاتجاه نحو اتفاق للإفراج عن المحتجزين وتقديم الاستقالة والاعتراف بالفشل في أحداث 7 أكتوبر الماضي. لا يزال أيضا أهالي المحتجزين الإسرائيليين يخرجون في مظاهرات من أجل التنديد بفشل قيادات دولتهم في الحرب وتحميلهم مسؤولية حياة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية. الانقسام في إسرائيل طال القيادات نفسها، إذ تتضارب التصريحات بشأن الحرب ما بين الأجهزة العسكرية ونتنياهو، فضلا عن الضغط الذي يعاني منه الاقتصاد الإسرائيلي جراء استمرار هذه الحرب. كشف استطلاعنا للرأي أنه بعد 100 يوم من الحرب تراجعت ثقة الإسرائيليين باحتمال إحراز النصر إلى 61%، وذلك مقابل 78% في نوفمبر الماضي. كبد العدوان الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي خسائر هائلة قدرت بنحو 60 مليار دولار، تشمل الميزانية العسكرية لجيش الاحتلال والمساعدات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المتضررة جراء إعادة تجنيد جنود الاحتياط الذي يقدر عددهم بنحو 360 ألف، يكلفون إسرائيل 3 مليارات دولار. يقدر أيضا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب هذه الحرب بنحو 2%. توقع بنك إسرائيل المركزي عجزا قدره 30 مليار دولار في ميزانية الدولة، وسيتطلب هذا الأمر تخفيضات في الميزانية وزيادة في الضرائب قد تصل إلى أكثر من 18 مليار دولار. للمرة الأولى وقفت إسرائيل في موضع المتهم أمام محكمة العدل الدولية والتي شاركت في تأسيسها لمحاكمة النازيين بتهم الإبادة الجماعية والهولوكوست، وحاليا تنظر المحكمة في الاتهامات التي واجهتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لينضم ذلك إلى التصدعات القوية التي ضربت إسرائيل خلال 100 يوم من العدوان على قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، كان ذلك عرضا سريعا لتأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي. والآن عودة إلى الزميل أحمد الطهري. إليك أستاذ أحمد. أن أكون مدرسة. أهلا بحضراتكم من جديد، ويستمر النقاش. دكتور محمود مسلم،
يمكن العشر سنين اللي فاتوا أو في الفترة اللي عقبت ما سمي بالربيع العربي تصدع أو تصدعت منظومة الأمن الإقليمي بشكل عام، ومن مواجهة شرسة مع التنظيمات الإرهابية داعش وكل التنظيمات الإرهابية. يعني يمكن النظام الإقليمي العربي ما لحقش إن هو يكون مجموعة من الثوابت، ويمكن كان المصطلح المصري والمبدأ المصري فكرة الدولة الوطنية، إلا وجت هجمة جديدة. النظام العربي نفسه النظام الإقليمي العربي مش مستحملها. هل حضرتك شايف إن بعد هذه الأزمة قد نشهد توازنات إقليمية جديدة؟ أعتقد أن الأزمة دي ألقت بظلالها على كثير من الموضوعات والمحاور وأيضا القيم. يعني نقدر نقول بشكل واضح أن إحنا وإحنا بندفن المدنيين الفلسطينيين دفننا معهم كل القيم الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الإنسان التي طالما تحدث عنها العالم وخاصة الغرب. نقدر نقول أن مثلا دور مصر تأكد أهمية دور مصر في مثل هذه القضايا على عكس ما بعض صمام الاستقرار على عكس ما بعض الناس كانوا يعبسونا خلال السنوات الماضية على فكرة نهاية القيادة ونهاية الريادة ونهاية الدور. لا، يعني دور مصر في القضية الفلسطينية الحالية هو المحور الأساسي وهو المدافع الرئيسي عن الحقوق الفلسطينية. نقدر نقول ان بعض الافكار انتهت او ماتت ايضا مع من مات، زي فكرة التهجير والنزوح اللي رفضها القيادة المصرية واللي رفضها الشعب المصري، والفكرة دي كانت مطروحة بقالها كتير وكانت يعني على مقربة من تنفيذها ايام الاخوان. فخلاص الفكرة دي اعتقد لن توجد مرة اخرى في الكتابات كما كانت من قبل. نقدر نقول ان الـ 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 ان امريكا عادت تاني للشرق الاوسط على عكس منذ عدة شهور كان الناس بيقولوا انسحاب امريكا خالص، وكانت اهتمامها كله بمنطقة الصين ومنطقة شرق اسيا. دلوقتي رجعت امريكا تاني، مش رجعت مجرد لاعب، لا ده رجعت باسلحتها بطرف كبير في الموضوع. وده يؤكد على عكس مثلا قوة أخرى كنا يعني ما تدخلوش، ممكن يكونوا بيتدخلوا في مجلس الأمن بطروحات وبتاع، لكن لم يتدخلوا عسكريا عكس أمريكا. نقدر نقول إن الـ القضية الفلسطينية يعني رغم صعوبة وغلاظة ما حدث في غزة، لكن هي أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى مرحلة التفكير ومرحلة الوجود على الأقل في ضمائر الشعوب يعني. صحيح. واعتقد ان دلوقتي بقى حل. الصراع الامريكي الايراني اشتعل بشكل كبير، ادوات ايران بقت واضحة في المنطقة بشكل كبير، وايضا ادوات امريكا ودفاعها عن اسرائيل بقى واضح وفج ايضا بشكل كبير، ومش عارفين الصراع ده هينتهي لحد امتى. يعني امريكا راحت ضربت الحوثيين مع ان الحوثيين كان بقالهم سنين بيضربوا في السعودية وفي بعض دول الخليج، وامريكا لم تقترب رغم ان هي المفروض ان عندها قواعد في المنطقة وكان عندها علاقات كويسة بالخليج. فبرضو ده بيدل ان المصالح والنفوذ وكله بتمنه ما بقاش فيه يعني مشاعر او تحالفات او غير ذلك. اعتقد ان اسرائيل كمان في المشهد الجديد اللي هي في المشهد الحالي مأيد كل الزملاء اللي اتكلموا على ان هي بتحاول توسع نطاق الحرب على عكس رغبة امريكا. يعني امريكا ضد توسيع نطاق الحرب، اسرائيل مع توسيع نطاق الحرب. فتلاقيها بتضرب في جنوب لبنان، بتضرب في اي مكان عايزة توسع النطاق مع ايران بشكل او باكبر، ممكن تغطي على جرائمها في غزة، لان كلنا عارفين ان نتنياهو موجود في اليوم اللي ستتوقف فيه الحرب نتنياهو هيتحاكم. فبالتالي هو بيتحاول مد اجل الحرب أطول فترة ممكنة وإدارة الصراع. أعتقد أيضا أن من الحاجات اللي اتغيرت أو انكشفت في هذه الأزمة أن المجتمع الإسرائيلي ليس محب للسلام كما كان نعتقد، أو كما كان يروج بعض أتباع أمريكا من محب السلام، أن المجتمع الإسرائيلي تغير وأصبح عاشق للسلام. لا، يعني واضح أنه هو عشقه للدم أكبر من عشقه للسلام، وده كمان مع فكرة إن غروره وغطرسته أنه هو القوى الأكثر. يوم 7 أكتوبر اكتشف أن كل ده وهم، فخلاه بقى عنده
نوع من الشهق او الشغف بالدماء بشكل او بشكل او باخر. اعتقد ان دي اهم المتغيرات اللي كشفت عليها ازمه غزه في الفتره الاخيره. استاذ عماد، من كلام الاستاذ محمود، حضرتك متابع للصحافه الاسرائيليه وما يصدر هناك من تقارير واراء، شايف الفترة المقبلة في ضوء ما يكتبه الإسرائيليون أنفسهم محدداتها إيه؟ ده موضوع في غاية الأهمية، وأتمنى أن غالبية وسائل الإعلام العربية تبدأ تهتم في إسرائيل من الداخل قراءة. وبالمناسبة دكتور محمد فايز فرحات معانا، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بدأ في أظن في أواخر الستينات كمركز للدراسات الفلسطينية أو مركز للدراسات الإسرائيلية، لما عملوا هيكل عشان يقرأ إسرائيل من الداخل. وفي كتير يعني في المنطقة العربية دلوقت، وكان بيطلع كراسات إسرائيلية على ما أتذكر وقتها، وما زالت مهمة ما زالت بتظهر. دكتور مع محمد ما بيبعت لناش، بس ما بيبعتش ودي فرصة النجد أنه يبعت يعني الـ هذا الموضوع بيبعت لنا حاجات لطيفة، بس الكراسات الاستراتيجية ما بتجيش يعني نسجلها على الهواء. هذا الموضوع مهم لأنه أنا أظن أنه جزء كبير جدا مننا في العالم، وهنا بتكلم عن العالم العربي مش مصر، ليس مهتما بما يكفي به الداخل الإسرائيلي. أحيانا إحنا بنحب النظرة أن إسرائيل كويسة أو وحشة. إسرائيل زي أي مجتمع بالمناسبة فيها تيارات وفيها أفكار، لكن في انقسام حقيقي دلوقتي جوه إسرائيل، هو انقسام ليس بين المؤيدين للعدوان والمؤيدين للحق العربي. غالبية الانقسام اللي موجود دلوقتي هو بين كيف يمكن هزيمة العرب بطريقة أفضل وأسرع. في هناك قلة من الكتابات الإسرائيلية وتمثل بالأساس ربما فيها أرتس، أميرة هاس، جاكي خوري، جدعون ليفي، كل دول بيكتبوا كتابات إلى حد ما موضوعية على الحق العربي، وأن هم بيناصروا هذه الحقوق وبيتكلموا بكلام موضوعي، لكنها قطرة في بحر من التطرف الإسرائيلي في الكتابات، غالبية الكتابات الإسرائيلية. والذين يتحدثون بعضنا للأسف الشديد بيجلد نفسه وبيقول لك الحريات الإعلام في إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية فكرت جديا في مساءلة صحيفة هارتس وكتابها، لأن اعتبرتها يعني تخون الدولة وتطعن الدولة الإسرائيلية في ظهرها أثناء الحرب. غالبية الكتابات في الصحافة الإسرائيلية إلا ما ندر هي كتابات تتحدث عن ضرورة الوقوف خلف الجيش حتى ينتصر، وتأجيل اليوم التالي ويوم الحساب، لأنه في انقسام مثلا دلوقتي حوالين هل تكون هناك لجنة من الجيش تحقق الآن، ولا تبقى لجنة التحقيق العامة فيما حدث فيما فيش. هو صراع أيضا، أحد أوجه الصراع اللي موجودة ما بين نتنياهو وجالنت على مين اللي حاسب من الأول حتى يهرب بجلده من المساءلة. ده مشهد شبيه لما جرى من 50 عام. بالطبع اللي حصل، يمكن دكتور أسامة أشار لجزء من ده، أنه وصل الكلام التلاسن بين أنه جالنت قال لنتنياهو من كام يوم لما جه يدخل مجلس الحرب، نتنياهو حاول يبعد المساعدين بتوع جالنت يدخلوا، فقال له أنا منسحب وطلع وما حضرش، ورجع قال له أرجوكم توقفوا عن مزاحمة في عمل، خلونا نشوف شغل كويس. في مجموعة كبيرة جدا من انقسامات بتعكسها الصحافة الإسرائيلية إلى حد ما، وهي على سبيل المثال انقسام ما بين نتنياهو والمتطرفين. في ناس كتيرة بتحسب نتنياهو متطرف دين، نتنياهو ليس متطرفا دينيا، شأن اسمه تريتش وبنجافير وأمثالهم، نتنياهو متطرف قومي علماني، لكنه هو لأنه حيوان سياسي بالتعبير السياسي عايز يقعد في السلطة الأكبر وقت ممكن، فهو ممكن يتحالف مع أي حد مقابل أنه ينتظر، فهو تحالفه الأساسي اللي شايله هو التحالف مع أحزاب اليمين. هناك انقسام ما بينه وبين اليمين من جهة، وبينه ما بين الوسط اللي عكسته أو كل الإسرائيليين في الأزمة اللي حصلت في التعديلات القضائية. هناك صراع دلوقتي بينه وما بين بيني جانتس وإيزنكوت اللي هم وزيرين في مجلس الحرب، وهم الاثنين مرشحين خصوصا بيني جانتس أنه يخلفوا في الفترة الجاية. هناك خلاف بين الاثنين دول ومعسكر قليل جدا يسمى معسكر السلام، اللي هو بيقول ان احنا عايزين تسويه عربيه، تسويه على حل الدولتين. ففي مجموعه كبيره جدا من الانقسامات الافقيه والراسيه، لكن الذين يعني هنا تيار الوسط في اسرائيل، وده برضو منعكس كويس في الصحافه الاسرائيليه، وده ربما يكون الجزء اللي اتكلم اللي حضرتك سالت عليه يا عزت المتعلق باهميه ما قاله بلينكن بالامس او النهارده في ديفوس.
الموقف الامريكي بصفه عامه داعم لاسرائيل دعما مطلقا، لكن من بنيان النظام السياسي بالضبط، لكنه يختلف التفاصيل، يختلف ما بين الانحياز الكامل زي ترامب والجمهوريين في الاسلوب بالضبط، او بين جزء من التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي. والنهارده الكلام اللي بيقوله بلينكن ربما يكون بدايه مؤشر مهم، بمعنى انه بيقول ان هو لا يمكن الحديث عن اندماج اسرائيلي في المنطقه بدون مسار حقيقي للدوله الفلسطينيه. من الواضح انه الكلام اللي سمعه بلينكن في المنطقه العربيه في الجوله بتاعته، نعم نحن مستعدين للانخراط في عمليه سلام من جديد، لكن لازم يبقى في شرط يقود الى دوله فلسطينيه. هل الحزب الائتلاف الحاكم دون هيعمل؟ اكيد لا. هل بني جانتس واي ائتلاف وسط او يسار وسط هيقدر؟ ربما طبقا لاستطلاعات الراي الحاليه، لو اجريت الانتخابات الان جانتس والفريق بتاعه ربما يفوز بحوالي مثلا 65 او 66 صوت، وحصه نتنياهو والائتلاف تنزل من 61 الى 2 او 43. لكن هناك تصور اكبر بيقول برضو ما انعكس في الصحافه الاسرائيليه، انه بعد ان تهدأ الحرب وبعد ان يقف الغبار والتقديرات بتاعتها ان هي ممكن الحرب الوتيره بتاعتها تتراجع بناء على الضغوط الامريكيه عشان الضغوط العربيه، فتبقى حروب استنزاف مع وجود القوات الاسرائيليه على غلاف على الغلاف بتاع غزه، هي ان هي تاخد مثلا من شهر ونص الى شهرين. طيب اذا ده حصل، في رهان اكبر انه الانتخابات مش اليوم التالي، السنه التاليه، انه الانتخابات تبعد نتنياهو وائتلافه المتطرف، انها تبعد حماس باعتبارها المتطرفة في المعسكر الفلسطيني، وتاتي بفريق معتدل سلطه فلسطينيه منشطه او مجدده طبقا للتعبير الامريكي اللي قاله جاك سوليفان وبلينكن واكثر من مسؤول امريكي، وربما مش بايدن، ها بس ما كانش في الافق ترامب، لانه ترامب لو جه يلخبط الدنيا كلها ويرجع تاني لفكر صفقه القرن وكل ما اسرت فيه، ان هو مش بعيد انه يعترف بان الضفه الغربيه جزء من يعني ان هي جزء اساسي على اسرائيل وسيطر عليه. التوقعات اللي هي في الصحافه الاسرائيليه ولدى كثيرين في المنطقه انه يكون في ان الحرب الزلزال اللي حصل في 7 اكتوبر هيعمل كي في الوعي لدى الجميع مش الاسرائيليين بس، انه يقول للاسرائيليين انتم حاصرتم وجربتم حصار وخنق واحتلال الفلسطينيين 75 سنه وفشلتم في النهايه، وسيقول للجميع انه لا بديل عن تسويه، مش عشان الاسرائيليين يقتنعوا بده، عشان الامور بقت متشابكه وبقي فيه العولمة السياسية في العالم وفي السوشيال ميديا خلت فيه عولمة في الحرب، لم يكن أحد يتخيل أنه الحوثيين يحاربوا أو الحشد الشعبي، حزب الله كان متوقع لأنه عمل ده قبل كده، لكن الأزرع الكتيرة وما يسمى وحدة الساحات اللي رفعته إيران حتى لو كان منضبطا ومهندسا، لكنه بدأ يعمل آثار ربما تؤثر بصورة أكثر على المصالح الغربية، خصوصا حرية التجارة اللي اتكلم عنها محمد فيصل. وبالتالي الصورة ليست واضحة، هتتوقف على نمرة واحد كيف سينتهي الصراع، وكل الشواهد حتى الآن تقول إن إسرائيل فشلت وستفشل في إحداث اختراق. النهاردة بالمناسبة في الصحافة الإسرائيلية وامبارح أكثر من مقال بيتكلم علينا أن نهبط من الشجرة العالية، نتنياهو حدد أهدافا عالية جدا ولم يحققها ولن يحققها، ليس عيبا أن احنا نروح إلى صفقة أسرى نخلص بها الأسرى وننهي المسألة. نعم حماس هتطلع وتقول ان احنا انتصرنا في هذه الحالة، لكن نستطيع ان احنا نعود بعد شهرين او ثلاث، لكن نحن لن نستطيع، نحن عالقون داخل الانفاق ولن نستطيع ان ننجز هذا الامر. من كلام الاستاذ عماد، هل حضرتك ترى ان في نهاية المطاف بعد 100 يوم رغم كل ما ارتكب من مجازر وجرائم اسرائيلية، لكن اسرائيل وقعت في فخ كبير؟ إلى حد كبير نعم، هي وقعت في فخ كبير، حالة الانكشاف الاستراتيجي اللي حصلت لها على كل المناحي بالطبع، انه اللي احنا شايفينه كمان بعد مشهد محكمة العدل الدولية اعتقد انه كاشف كبير جدا للفجوة الواسعة بين التصورات اسرائيل عن نفسها وعن قوتها وعن تصورات العالم اليوم لما يجري على الأرض في غزة، وأنه مسألة أن إسرائيل يعني اعتمدت على مسألة أنها تدافع عن نفسها طوال الوقت، وأن هذه حرب وجود بالنسبة لإسرائيل، هذه كل الأفكار انتهت بعد المجازر التي حدثت في غزة. أنا بتفق كمان مع أستاذ عماد ودكتور أسامة على مسألة أنه
نتنياهو النهارده ليه تصريح بيقول انه هذه الحرب ممتده حتى بعد عام 25 او هتدخل عام 25 بهذه الحرب. يعني هو رهانه على بالتالي واضح تماما انه الرئيس الجديد للبيت الابيض سيدخل البيت الابيض في يناير 25 وبالتالي 20 يناير هو يستعد لهذه الخطوه او يرسم ويقنع اطرافه في الائتلاف الحاكم بانه يجب ان تستمر هذه الحرب. انا شايف انه يعني 10 سنه كامله حتى يأتي مثلا ترامب إلى السلطة ستكون مسألة كارثية بالنسبة للوضع في المنطقة مع اتساع دائرة الصراع وتوسيع رقعة الصراع. هل إسرائيل تملك القدرة للاستمرار في الحرب بهذه الوتيرة لمدة سنة؟ لا يعني لا أستطيع أنه ان احنا نقول انها تستطيع. التعبئه دي مكلفه، السلاح مهما وصل لها من امدادات مش لاقي ذخيره في لحظات حتى النزوح وخروج الناس كمان الاسرائيليين يعني. نعم انا اعتقد انه هيستمر في مساله انه تخفيض المستوى القتال او وتيره العمليات في قطاع غزه املا في انه يحقق جزء من الاهداف، مساله القضاء على البنيه التحتيه لحماس وفي نفس الوقت محاوله ابرام صفقات متتاليه للافراج عن اعداد من المحتجزين في القطاع من الاسرائيليين والاجانب. ما ننساش انه في كمان في حاجات في الكواليس بتحصل، انه في دول غربيه بتدي الجنسيه بتاعتها للمحتجزين داخل اللي هم عند حماس. يعني في اخبار تسربت في الاسابيع الاخيره انه بدات دول اوروبيه، اعتقد انه كان فرنسا او المانيا، انه في كلام ان هم ادوا جنسيات لمجموعات وفي ست امريكان. فبالتالي احنا بنتكلم على ممكن سيناريو انه هذه الدول تطالب دفعه واحده بكل الاسرى الموجودين ويضعوا الجميع في مازق انه كيف يتعامل مع هذا الموقف. اعتقد انه مساله انه تنشيط بعض الوساطات الخاصه باطلاق سراح المحتجزين هي كسب للوقت، وفي نفس الوقت انه مستمر في العمليات ومسيطر على اكثر من 75% من القطاع. مساله انه كمان يعني بيذهب الى مساله انه الضغط الجناح اللي اشار اليه الاستاذ عماد اللي هو جناح متشدد اللي هو مستمر في مساله انه احتمال فرض نظام او سياسه التهجير الطوعي، اعتقد انها لازالت موجوده على المائده وبيبحثوها بقوه. الكلام في الاعلام الاسرائيلي صحيح في انتقادات زي ما اشهر الاستاذ عماد في هارتس على سبيل المثال، هم يروا ان هذا سيناريو كارثي بالنسبه لاسرائيل، لكن في نهايه المطاف احنا شايفين انه مستمر ومستمر بنفس الوتيره، وانا مش شايف ان في خفض للتصعيد ولا اي حاجه، لكن في عمليات قتل كل يوم بنصحى على مجازر مستمره، وايضا المتوسط الاعداد اليوميه ما اختلفش كتير. فانا شايف انه لابد من ان احنا كمان نضع السيناريو الخاص بنا في المنطقه العربيه في مواجهه احتمالات ان يمد نتنياهو المساله لمده عام كامل او اكثر من عام كمان. تمام. دكتور اشرف جاهز معانا؟ جاهز دايما يا دكتور. نرحب بدكتور اشرف سينجر خبير السياسات الدوليه لقناه اكسترا نيوز، بينضم الينا من كاليفورنيا. مساء الخير يا دكتور. صباح الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. بترصد من عندك اصداء الحرب بعد 100 يوم ازاي من الداخل الامريكي؟ الداخل ضاغط بشكل كبير، اللي هو الرأي العام اللي هم الشعب الأمريكي في كل معظم ولايات الولايات المتحدة عندهم دايما شايفين ان الإدارة الأمريكية بتعاني من عدم الاتساق بين أزمات متعددة في العالم شاركت في الولايات المتحدة وآخرها الحرب الأوكرانية، وبالتالي كان يجب ان يكون هناك اتساقا مع ما حدث في أوكرانيا مع ما حدث في غزة او في فلسطين. هذا عدم الاتساق بيدفع الرئيس بايدن بأن يضغط على أنتوني بلينكين الذي تعطلت طائرته في عودته من دافوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية واضطر إلى الركون فترة. ربما بايدن يحتاجه بسرعة في محاولة يعني تحديد سياسة خارجية مهمة، رغم أن الكلام اللي قاله أنتوني بلينكين في دافوس بأن حل الدولتين وأن قيام دولة فلسطينية سيدعم الأمن الإسرائيلي، ولكن في تقييمي وفي تقييم أمريكيين كثر هنا بأن الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة
ولكن الواقع أو الفعل على الأرض متناقض مع ما تقوله، وهذه هي الأزمة الكبرى اللي بتعاني منها الإدارة الأمريكية في مواجهة الشعب الأمريكي. في نقطة تانية مهمة قوي، إن الأمريكيين بيبصوا بشكل مهم إلى الأدوار الإنسانية، وخصوصا بعد طبعا ادعاء الممثل القانوني في محكمة العدل الدولية بأن مصر منعت أو أنها لم تسهل، فوصول المسؤولة الأممية اليوم إلى مطار العريش ونقلها شهادة عينية واضحة أمام كاميرات العالم، دي نقطة مهمة جدا لدحض الادعاءات الإسرائيلية الباطلة ومحاولة شد الحبال مع دولة مركزية مهمة كجمهورية مصر العربية. وبالتالي في نقطة كمان مهمة سمعتها من الأمريكيين حقيقة لفتت نظري، اللي هي فكرة هم قالوا ليه الدول العربية ما دخلتش مع جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في مذكرة الإبادة الجماعية. أنا حقيقة عجبت بالفكرة اللي قالوها، قالوا تفرد جنوب أفريقيا كدولة عانت من الفصل العنصري لوحدها كان يعطي للملف قوة، عما إذا دخلت دول كثر من الدول العربية، وزي ما بيقولوا إذا أدركها أصدقائك في الولايات المتحدة ولم يدركها البعض من أصدقائك يعني هنا. يمكن النظرة من الخارج أو من نظرة محايدة بيبقى هناك وجهة نظر نستطيع أن نسمعها بشكل جيد وواضح لخدمة صالح القضية الفلسطينية. وبالتالي يعني أنا في تصوري أن تفرد جنوب أفريقيا بعرض هذا الملف منفردة كدولة عانت من الفصل العنصري وهي نموذج متشابه، ودولة ليست طرفا في الصراع، ودولة لا تلعب دور وسيط لتهدئة الصراع، لأن الوسيط ده بيجري اتصالات هنا وهناك ومع هذا الطرف وهذا الطرف. فهي النقطة دي كانت كويسة جدا، لأن في بعض يعني الشباب العربي أو الشعوب العربية ساعات بتبقى بتقودها العاطفة. التعامل مع الأزمة الفلسطينية الآن أو أزمة غزة هي عايزة درجة كبيرة جدا من العقلانية، يعني كمان مثلا كالعرب الموجودين في ميتشيغان من المتوقع أن كلهم تصويت مهم جدا في الانتخابات القادمة. هم خدوا موقف أنهم سيصوتوا ضد بايدن ولن يصوتوا إلى ترامب أيضا، لأن ترامب إذا أتى أو الجمهوريين أتوا سيكون الأسوأ للقضية الفلسطينية. بينما يعني رغم أن ده ممكن تكون يعني في نهاية المطاف المجازر جرت، وأكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث جرت في عهد هذه الإدارة. فلا نفترض سيناريو أسوأ، لأن هيبقى فيه إيه أسوأ من اللي إحنا فيه. بس في حاجة مهمة جدا، التصويت قصدي قياسات الرأي العام في أمريكا لفتت انتباهي لحاجة مهمة قوي لسه معمولة. قياسات الرأي العام لفتت انتباه حضرتك إن توقعك اللي حضرتك توقعته في حلقة ماضية يعني ممكن ما يصيبش، بمعنى التوقع اللي هو فكرة ان الحرب ترامب اسهمه عالية جدا بين الجمهوريين. انا قلت ان هو اسهمه عالية، ولكن في معوقات قانونية تمنعه. ولكن انا بحب اشير الى نقطة مهمة، المرأة الامريكية في قياسات الرأي العام كانت اكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية من الرجل الابيض الامريكي، ودي نقطة مهمة، لان الامهات تشكل عقول الابناء في السنوات والاجيال القادمة. يعني نقدر نستطيع القول بأن الأمريكيين أو الرأي العام الأمريكي في السنوات القادمة سيكون له تأثيرا كبيرا على حل القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا. ولكن بايدن يمكن النهاردة بطلب الاجتماع مع قادة الحزب الجمهوري والديمقراطي لتسهيل مساعدات لإسرائيل. ليه؟ لأن هو شايف لسه برضو في الرأي العام الأمريكي هناك الشعب الأمريكي منقسم نصفين تحديدا، بينهما في ناس مدعمة إسرائيل وناس متعاطفة وداعمة للقضية الفلسطينية لوجود حل. أنا في تصوري أن بايدن بيسير بتاريخ القديم، ويمكن هيكون هو آخر رئيس موجود في البيت الأبيض، حتى لو أتى أي رئيس جمهوري سيقدم الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال دولة إسرائيل. أنا في تصوري أن الأمريكيين يبلغوا الإسرائيليين من الآن بأنهم يجب أن يعيشوا بسلام في منطقة الشرق الأوسط،
عدم معاداة مصر وجر صراع مع دولة كبيرة إقليمية. ليس هناك حل لأن تجر صراع مع الأردن وتتكلم عن سيناريوهات الرديئة بطرد الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء أو للضفة الغربية. هذه قواعد ثابتة في السياسة الخارجية الأمريكية يفهمها هذا نتنياهو بشكل كبير جدا، وبالتالي الأمريكيين هناك يعني تغير في شكل السياسة الخارجية، وخصوصا أن تحديدات التهديدات الصينية الروسية التي تحيط بالإدارة الأمريكية تعلم تماما أن فشلها في أو عدم إدارتها لحل الدولتين أو للقضية الفلسطينية سيدفع إلى وجود صيني كثيف في المنطقة العربية، إلى وجود روسي كثيف في المنطقة العربية، وهذا يعد الفشل الأكبر لأي إدارة أمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر على أن هيمنتها وسيادتها على السياسة الدولية العالمية يجب أن تكون الشرق الأوسط مهم ومرتبط بمحاصرة، يعني الاستراتيجية المعلنة لديهم محاصرة الخطر الصيني. أولا الصين بقت هي المتصدرة المخاطر من وجهة نظرهم والروسي. دكتور أشرف بنسعد بحضرتك دائما ومتشكرين على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. أنا متشكر خالص، تسلم. شكرا لحضرتك. دكتور فايز، من كلام الدكتور أشرف وبالإشارة إلى ملء الفراغات، صراع ملء الفراغات ما بين روسيا الصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، كيف استفاد بوتين في صراعه مع أوكرانيا من صرف الانتباه من هذا الصراع ولو جزئيا تجاه أزمة متفجرة في الشرق الأوسط؟ يعني في رأيي هو مش بوتين فقط اللي استفاد من هذا الصراع، قوى عديدة. يعني بوتين استفاد، الصين استفادت، كوريا الشمالية استفادت، قادة الانقلابات في غرب أفريقيا استفادوا، الكل استفاد من حالة الانشغال الأمريكي بالشرق الأوسط. وده يرجعنا للحظة اللي جرت فيها هذه الأزمة، يعني جرت في بيئات أو في ظل يعني عوامل أدت إلى للأسف الشديد مزيد من التعنت الإسرائيلي، وأيضا سعي كل الأطراف لتوظيف هذه الأزمة. أولا على مستوى الداخل الإسرائيلي، يعني دكتور يعني أسامة أفاض في الواقع الداخلي في إسرائيل، لو هتتعاقدوا كمان مع الأستاذ عماد بسم الله ما شاء الله، يعني فطبعا كان في إشارة يعني تفصيل في هذه المحل الخبير شؤون إسرائيلية قوي جدا يعني لكن الواقع الداخلي في إسرائيل طبعا انعكس بشكل كبير على الأزمة. الواقع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية انعكس على الأزمة، لكن أيضا الواقع الدولي، صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومع حلفائها طبعا في أوروبا وفي آسيا والصين وروسيا من ناحية تانية، كل طرف من هؤلاء وظف هذا الانشغال الأمريكي بالمنطقة وبهذه الأزمة، لأنه زي ما أشار دكتور محمود مسلم أنه الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت أنه لا، أنه الشرق الأوسط يظل هو منطقة مهمة، وأزمات المنطقة هي مدخل مهم لتأكيد حالة الهيمنة الأمريكية أو الأحادية التي ما زالت يعني هي الصفة الأساسية لهذا النظام الدولي. وبالتالي ده فتح المجال لروسيا أنها تحاول تسريع يعني إمكانية حسم الصراع مع أوكرانيا. الصين استغلت هذا الموضوع الأزمة أيضا لتقديم نفسها بأنها هي المناصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومناصرة أيضا للمبادئ العدل والإنصاف في العالم. أنظمة زي كوريا الشمالية استغلت برضو هذه الأزمة، سرعت يعني وتيرة تأكيد حضورها كقوة عسكرية أو كقوة مهمة في المنطقة. فبالتالي الكل حاول يوظف هذه الأزمة لمصلحته. ده انعكس على الأزمة في إيه؟ انعكس على أنه أولا الولايات المتحدة الأمريكية زي ما أشرت استغلت هذه الأزمة لتأكيد رسالة واضحة أنها هي ما زالت المتحكمة في إقليم الشرق الأوسط وفي السياسات الإقليمية. ده بدعم مفرط لإسرائيل،
تأكيد وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط في مرحلة، خاصة في المراحل الأولى من خلال إرسال الحاملات الطائرات، مرة تانية دلوقتي تأكيد وجودها في البحر الأحمر باعتباره منطقة مهمة أيضا فيما يتعلق بالمضايق البحرية. فكل ده في رأيي عقد إدارة الأزمة بالنسبة لدول زي مصر، لأنها أصبحت بتتعامل مع واقع معقد جدا في متغيرات كتيرة جدا على المستوى الداخل الإسرائيلي، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى النظام الدولي، في فاعلين عديدين في المنطقة، فخلق حالة من السيولة وحالة من يعني تعقد المدخلات، أو أن أنا ما بتعاملش مع ملف واحد أو بعد واحد، أنا بتعامل مع أبعاد ومستويات في نفس اللحظة، وهناك متغيرات ليست يعني مرتبطة بالفاعلين المباشرين في هذا الصراع، سواء القوى الفصائل الفلسطينية أو إسرائيل، لكن أنا بنتعامل مع قوى دولية، بنتعامل مع حضور دولي كثيف، بنتعامل مع يعني سعي قوى دولية أنها توظف الأزمة بدون ما تقدم شيء. يعني روسيا أو الصين بيقدموا إدانات شديدة جدا لإسرائيل، وإدانات للولايات المتحدة الأمريكية، ودعم للمواقف العربية داخل مجلس الأمن. توصل حضرتك لكن إن هي مواقف إعلامية تحصد من خلالها مكاسب سياسية، هي مواقف سياسية وإعلامية وجزء من صراع طويل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هم مدركين إن هذا الصراع لن يحسم في معركة واحدة أو في جولة واحدة، لكن من خلال يعني كسب النقاط. فهذه الأزمة هي جولة جديدة لكسب النقاط في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا عاوزة تحسم موضوع أوكرانيا علشان ينتهي، وهي خلاص كمان خرجت من فخ حقوق الإنسان اللي كان منصوب لها. بالضبط. الصين بتحاول تقدم نفسها انها هي القوى اللي داعمه للسلام، الداعمه للسلام، وانها يعني الداعمه للمبادئ الاساسيه اللي بيقوم عليها النظام الدولي وقواعد العدل والانصاف الى اخره. فبالتالي احنا في معركه شديده التعقيد ومركبه، وفيها فاعلين كثيرين داخليين واقليميين ودوليين، فبالتالي ده بيعقد المشهد وبيعقد يعني عمليه اداره هذه الازمه. دكتور اسامه، في فترة مش هنقول الفوضى، ولكن ضعف المنظومة الإقليمية، ظهر المنتدى الاستخباري العربي، وكان هو نقطة ارتكاز من خلالها تم إعادة بناء المنظومة الأمنية الإقليمية مرة أخرى. ويمكن سوريا حضرت في المنتدى الاستخباري العربي قبل أن تحضر وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية من مقررات قمة جدة العربية. شايف أن المنتدى والتفاهمات الأمنية العربية العربية وتبادل المعلومات العربية العربية في هذه المرحلة ممكن أن يعيد مرة أخرى ترميم ما تم تصدعه في المنظومة الإقليمية؟ يعني الحقيقة ده سؤال مهم جدا، بس قبل ما أجاوب عليه، في حضرتك سألت سؤال كنت حابب أضيف بس جزئية فيه فيما يتعلق، هل إسرائيل قادرة على خوض حرب طويلة المدى؟ أعتقد أن دي من الأفكار اللي لابد أن نغيرها عن إسرائيل. إحنا دايما كنا بنقول إسرائيل لا تستطيع سوى حروب خاطفة محدودة المدة وعلى جبهات محددة. الحقيقة الحرب اللي شايفينها النهاردة هي أطول حرب في تاريخ إسرائيل، أكتر من 100 يوم، وبيستعدوا لإطالتها لأكتر من كده. فالحقيقة دي من الأفكار اللي لازم تتغير. في تقديرات موجودة حاليا في إسرائيل بتتكلم على أن إسرائيل مستعدة لحرب استنزاف بعيدة المدى بشرطين. الشرط الأولاني أن ما يكونش في خسائر اقتصادية كبيرة، وبالتالي هيعولوا على الدعم الخارجي وهيعولوا على تعويض الولايات المتحدة لكتير من خسائرهم الاقتصادية، فضلا عن حملات التبرعات اللي بيقوموا بيها من خلال اللوبيات الداعمة ليهم في عدة دول في العالم. النقطة الثانية هو عدم وقوع خسائر بشرية كبيرة، وهنا بقى تأتي أهمية أنه يبقى في خسائر تكبيد إسرائيل، خسائر كبيرة تكون ضاغطة في الداخل الإسرائيلي فيضطر يوقف الحرب. لكن هم نفسهم بيضعوا تقديرات مواقف لحرب طويلة المدى، حرب استنزاف طويلة المدى. طيب ليه بتكلم على الجزء ده؟ لأنه ده أهمية بقى السؤال اللي حضرتك بتطرحه، أن نغير ما أفكارنا وما فهمنا في فكرة اعرف عدوك. عدوك بيتغير، عدوك النهاردة بيختلف، عدوك النهاردة بيدير حملات علاقات عامة وحملات تأثير وحملات استقطاب
وهقول جملة وأكيد حضرتك والسادة الحضور وبيفتح لك جبهات أخرى قد لا تبدو جبهات مباشرة لكن هي جبهات بعيدة المدى لاستنزافك وزعزعة التوتر الإقليمي في المنطقة. وبتكلم تحديدا على مدخل البحر الأحمر، بتكلم على إدخال قوة غير عربية في البحر الأحمر اللي هو طول الوقت كنا بنعرفه كبحيرة عربية. وبالتالي النهاردة اللعب ما بقاش مجرد لعب مباشر في غزة ولا في فلسطين، احنا بنتكلم على فتح جبهات صراع جديدة ممتدة تؤثر على الأمن القومي العربي. وهنا بقى ضرورة إعادة بناء منظومة الأمن القومي العربي على أسس جديدة. أنا فاكر في حلقة سابقة اتكلمنا على طبعة جديدة من القومية العربية، أعتقد احنا محتاجين طبعة محدثة من منظومة الأمن القومي العربي تتغير فيها فكرة المصالح الأحادية وفكرة الرهانات على تحالفات إقليمية وتحالفات دولية يعني تخدم المصالح الآنية والمنفردة لبعض الدول، بحيث ان احنا نعيد النظر مرة تانية انه امامنا تحديات اكبر بكثير من فكرة النظرة الأحادية. هناك بعض الدول العربية بترى انه من مصلحتها اقامة علاقات واضحة ومباشرة مع اسرائيل، وده مش شيء مخفي، ده جزء من اعمال السيادة، وده موجود ومقبول طالما كان لا يتعارض مع المصالح القومية العربية. وبالتالي يجب النظر، بل بالعكس أنا رأيي أن يجب أن تستخدم هذه العلاقات للضغط على إسرائيل إذا كانت بالفعل. والمبادرة العربية قالت كده بالمناسبة، قالت تطبيع كامل وسلام كامل 2002 مبادرة السلام العربية. وبالتالي احنا بنتكلم على استغلال العلاقات حتى مع إسرائيل، ولكن وفق أي منظور ووفق أي مصلحة. النقطة الثانية، يجب إعادة النظر في علاقات الدول العربية مجتمعة مع الأطراف الداعمة لإسرائيل. النهاردة خلينا نكون معترفين، ليس لدى الدول العربية أوراق ضغط كبيرة على إسرائيل، لكن لدينا مصالح مع داعمي إسرائيل يمكن أن تمثل أوراق ضغط قوية إذا ما أحسن استخدامها. هذا لن يأتي بشكل فردي ولا بشكل أحادي، سيأتي من خلال منظومة للأمن القومي العربي. النقطة الثالثة هي مسألة إعادة تقييم التحالفات الدولية. دكتور فايز تكلم على فكرة مهمة جدا، على فكرة أنه الصين وروسيا لديهم مصلحة في المنطقة وهناك تنافس إقليمي واضح ومعروف. أنا في رأيي أن الصين وروسيا من أكثر المستفيدين من عودة تورط الولايات المتحدة في المنطقة. صحيح. ليه؟ لأن أولا عليها أعباء أخلاقية كبيرة تستنزف صورتها في العالم، الصورة الذهنية ليها في العالم العربي بتنهار الشعوب العربية اليوم إذا عملنا استطلاع للولايات المتحدة يطلع في يعني أسوأ حالاته. الصورة الذهنية تتغير، الصورة الأخلاقية تتغير، الشعارات المرفوعة من قبل الولايات المتحدة بتنهار. دي مسألة بتستفيد منها الصين بشكل واضح، ليس لديها الأعباء الأخلاقية الكبيرة، ليس لديها تاريخ استعماري، ليس لديها تدخلات في المنطقة، وبالتالي بتقدم نفسها كطرف جديد. روسيا أيضا مستفيدة بشكل واضح من تورط الولايات المتحدة في مستنقع الشرق الأوسط زي ما هم بيسموه، لأن ده خفف الضغط عليها في أوكرانيا. النهاردة محدش بيتكلم على أوكرانيا، في فشل للهجوم المضاد الأوكراني، في تراجع للدعم الأوروبي، تراجع للدعم الأمريكي. وبالتالي روسيا أيضا مستفيدة مما يحدث اليوم. علينا إحنا بقى كعرب من خلال هذا المنتدى الاستخباري العربي ومن خلال إعادة تعريف منظومة الأمن القومي العربي إنه يكون لدينا نظرة جديدة للتحالفات الدولية. المنتدى كان لي أكتر من نظرة استباقية، يعني لو تتذكر آخر دورة العلاقات بحثوا أبعاد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. من أفغانستان صحيح، ودايرة أوسع للأمن القومي العربي. الأمن القومي العربي هو ده اللي بقوله، ولدينا كمان ولديهم رؤى فيما يتعلق بالأمن في غرب إفريقيا وفي وسط إفريقيا وحركة الإرهاب في المنطقة. احنا عندنا حزام من الإرهاب محيط بالمنطقة، وبالمناسبة خطر الإرهاب لم ينتهي، بالعكس أنا أعتقد أن التوترات الموجودة مثل هذه الصراعات تغذي التطرف، هتعيده، لأنه حالة الفوضى وحالة الصراع وحالة التوتر في ظل تنافس إقليمي هتعيد مرة تانية إحياء تنظيمات إرهابية وتحركات إرهابية في مناطق كنا تصورنا أنها اختفت وتراجعت منها. وبالتالي أعتقد في كتير من الضوابط، كتير من المطالبات بتعيد أهمية فكرة إعادة بناء منظومة الأمن القومي العربي. وأعتقد المنتدى هيكون له أهمية كبيرة في الفترة المقبلة، يجب فقط أن تتوفر الإرادة السياسية لدى الدول العربية لهذا التصور، لأنه الحقيقة من خلال هذه الأزمة أعتقد أنه بعض الناس لا تزال الرؤية ضبابية قدامه.
دكتور أسامة بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. دكتور محمد فايز فرحات بشكر حضرتك شكرا جزيلا مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة. خلصت حلقتنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حلقة جديدة من كلام في السياسة. دمتم في رعاية الله.